هلا يا جماعة، كيفكم؟ مقطع اليوم على ويكا اكس دي. اليوم هذا المقطع حيكون مع يوتيوبرز بيكا اكس دي بس العرب. سو يا جماعة، الحين حبينا نسوي تجمع كذا مميز تقريبا، يعني كل اليوتيوبرز العرب الفريق الازرق كلنا مع بعضهم نجمع ونلعب يعني نقاط عشان الفريق. سو بدون ما اطول عليكم يا جماعة، خليني اوريكم الفعاليات اللي سويناها على السريع كذا وبس. ليتس جو. بالبداية يا جماعة، قررنا نلعب السباق اللي تبع زيرو جرافيتي، فحكينا كل فريق راح يكون في له فريقه، يعني 9 أشخاص حيكون في فريقين، تمام؟ حيتنافسوا على المركز الأول أو الثاني والثالث. فإذا طلعت أنت بالمراكز الأولية فحيكون في نقاط لفريقك وحتفوزهم. بالبداية كنت أفكر حالي حطلع الأولى، ويعني حرفيا ما أدري إذا في عيوني فيهم إشي أو لا، بس إنه حرفيا ما كنت شايف حدا قدامي، بس أتوقع حدا لاقوا من اللعبة، لأنه قبل هيك صار معي يوم لعبت مع أختي ميس بالسباق. فشوفوا يا جماعة، هلأ بس أوصل خط النهاية بتفاجأ إنه ما كنت الأولى، كنت الثانية، عفوا السادسة كمان. كنت السادسة يا جماعة، يعني ما اسمعوا، نور الأولى، نوانا الثانية، يعني ما بعرف إذا في لاج ولا لا، بس أنا هذول 24 ثانية حرفين يا جماعة أخلصهم بيوم أسوي تحدي تبع البدلة، إذا خذت البدلة يوم أركب أسوي بدلة الطيران تبع بيكا إكس تبع زيرو جرافيتي وأطلع فوق الجزر وأحاول إني أوصل خط النهاية بالخدعة هاي. فما شاء الله عليهم الصراحة، ما بعرف كيف تخطوها. فأوكي، هلا ننتقل للفعالية الثانية اللي سويناها يا جماعة. الفعالية الثانية كانت تبع كريزي رون يا جماعة. سو لسه كانت مستمرة التحدي بين الفريقين ومين حيطلع الأول زي هيك. فأنا الغلطة اللي سويته إني لعبت من الجوال مو من التاب، لأنه كانت ميزة الصور تبعت الصور على التاب ما كانت شغالة أبدا، يعني ما بعرف إذا في لاك من اللعبة فيها أو ما بعرف، بس إنه كنت حاكية إنه حنصور سيلفي بالنهاية وزي هيك، بس آخر شيء أتوقع الكل نسي إنه ناخذ سيلفي زي هيك. فكملت إني ألعب من الجوال، الصراحة كان كتير صعب، خصوصا مرحلة تبع المي إنكم تتخطوها، هي حرفيا أنا بالأصل كثير سيئة فيها، ولما لعبت من جوا كنت أسوأ لسه بزيادة، يعني حرفيا كلهم خلصوا وأنا كنت أتوقع لسه كان في حدا وراي، بس أنا الأخيرة ما أدري والله، بس أنا حرفيا كان كتير صعب إنكم تلعبوها. فهلأ خليني أوريكم الفعالية الثالثة اللي سويناها يا جماعة. الفعالية الثالثة يا جماعة كانت فريزينج فون. سو بالفريق تبعي كان في سوسكا وألاء ونور، فحكيت إني حدخل بالنص تبع الروبوت عشان هنيك في كان كرات أكثر، يعني بقدر أضربهم أسرع، حيكون أكثر من اللي بيكونوا بالنص ومحطوطين فوق وتحت. فكان بالبداية فريق متقدم، بس فريق نونا ما شاء الله من بداية التجمع هو ضارب بالمرة، يعني حرفيا العدد تبعهم كان أكثر من تبعي بكتير، فصراحة ما أدري يعني، بس إني الصراحة التجمع هذا كان كتير حلو، يعني كان كتير ممتع، استمتعت فيه كثير، يعني غير تجمعات الأجانب اللي تكون عشان كنا عرب زي هيك كنا فهم بعض، فكان كتير حلو. أتمنى إنه يتكرر هذا التجمع مرة ثانية إن شاء الله. بس يا جماعة، هذا كان مقطع اليوم، أتمنى عجبكم، لا تنسوا تضغطوا لايك شير وسبسكرايب، بس أشوفكم مقطع جديد. سلام.